السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الإنجليزية. ووصلنا إلى حل تمرينات كتاب الطالب إلى صفحة 46. في صفحة 46 هنا عندنا هاي الصور، إحنا نباوع عليها وعلى أساس نختار. يوسف is wearing، يوسف الشيء يلبس هو، إذا تباعون يلبس بينك تراوزرز، بنطلون يعني وردي. فهنا نكتب رقم واحد، نكتب رقم واحد. زين، نمبر 2، لينا's egg is bigger than، لينا ايش بيها؟ هاي لينا شايله بيضه اكبر من الملعقه، اذا هذه رقم 2، هذه رقم 2. نمبر 3، رنا is wearing، رنا ايش تلبس؟ هي اللي هات اند سكراف، يعني هاي هنا رقم 3. هاي هنا رقم 3. زين، نمبر 4، انه نمبر 4 طارق از سيتنج، يجلس وين طارق؟ شوفوا يجلس على الكرسي، فاذا اون اتشير. هنا نمبر 4. ناديا از، ناديا اللي هي اللي تبكي، ناديا از ساد، حزينه، اذا هاي 5. The teacher is holding، المعلم خلينا نشوف ايش يمسك، يمسك ايس كريم، اذا ان ايس كريم، هاي نمبر 6. The moon is sky in the sky، هاي نمبر 7، القمر هو في السماء. ولينا's finals are، الحذاء لينا شوي جدا كبير، فيصير 2 بالكفاية رقم 8. زين، هذا الجواب راح يكون في هذا الطريق. زين، نجي على التمرين اللي بعده، هذه تقرونه بس مجرد قراءة لزيادة المعلومات، يعني ما فقد التمرين مهم. هنا راح يعلمنا التست الأول والثاني والثالث، لأن تحفظوهم، 1 يكتب تست، و 2 يكتب سكند، و 3 يكتب ثيرد، و 4 يكتب فورث. انتوا هسه ماخذين بس الاول والثاني والثالث والرابع، انا مود اعلمكم انهم مسابقات اول وثاني وثالث ورابع. زين، هذا ايضا ميكين بوستر، يعني الاشياء اللي تحتاجوها بالبوستر. ايضا هذا الموضوع ليس بأهمية، بس مجرد انه تقرونه. هذا ايضا القراءه، يعلمني القراءه والوقت. وهذا هنا يرجع الى سبورتس ريسز، السباقات. هاي كقطعة تحفظون بعض المعاني، وقد تجيكم كقطعة خارجية وتجيكم يس أو نو بالامتحان. هاي تكملة القطعة. وعندنا بالنسبة إلى هذا الموضوع ذا تشالنج، اللي هو إحنا وصلنا إلى يونت 4، اللي هو عادة يكون مراجعة لما أخذناه. هذا مثل هاي التمرين، يقول هاو أولد إز لينا. إحنا هنا يسمعوكم هو يعني كاسيت على اساسه، شي از، نكتب شي از، شي از 8. زين، اي ام جوينج داون، يعني داون تختارون كلمه داون. ذير باعوا من انه جمع، تختارون كلمه ار. وهنا وير ار يو فروم، اقول اي ام فروم اراك، ام فروم، ام فروم اراك. زين، وهنا الاختيار يا اما ارولا، ارولا ايش فيها؟ هي عاده ارولا از لونجر، هي اطول من القلم، صح؟ فتختارون كلمه لونجر. وانتم تشوفون دان خلوها ببالكم، تختارون الصفه اللي بيها الار. اي ام جو تو سكول باي، انا اذهب الى المدرسه مثلا باي باس. بينما الفريق الثاني اللي هو ناديه، خلينا نقول مثلا عمرها راح يكون شي از 9. زين، اي ام فلامينج، من يشوفون فلامينج قلنا نختار اب، يعني تتسلق او تصعد الى الدرج. ذير هنا از، ليش؟ لانها مفرد وليس جمع. يقول وات لانجويج دو يو سبيك، ما هي اللغه اللي تتكلمها؟ احنا نعرف اي سبيك،
مثلا يسألني I speak، أقول له I speak، I speak مثلا اختار I speak Arabic، أنا أتكلم اللغة العربية عربي، وعربي ممكن يصير كابيتال لتر. وهنا افان، الفان هي الشاحنة، هي أكبر is a bigger، اختار كلمة bigger than أكبر من الكار. أيضا عندي هنا I go to school at، أنا أذهب إلى المدرسة يا ساعة الساعة الثامنة. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. بعد نشوف التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده نجي على هذا التمرين. أراك is big، اختار big. وهنا the يوفيت are river، يعني اختار long، أطول نهر. وهنا السيتي مثل شفتوا ذان، قلنا لكم دائما تختارون اللي بيها اي ار فبيجر. وهنا الديسير از فيري دراي، جار مكان جار. زين بالنسبه الى التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده هنا يقول هاو ماني مانث ان اير، ايش قد؟ قلنا 12 مانث مع الشهر في السنه. What month come after May؟ هذا May من اللي يجي بعده جون، جون. وهنا أنا يقول What month comes before September؟ سبتمبر يجي قبله August، أب وهاي أب. هذا بالنسبة لهذا التمرين، هاي مراجعة بما أخذتوه يعني بالفصول. عندي بالنسبة إلى هذا الموضوع اللي هو موضوع الدمج فير، اللي هو يحكي لي على الطير أو طائر الساحر. نجي أول واحد نختار، راح very big، راح نختار بير. زين، والنقطة الثانية يقول the bear had، شبي green face، وجه أخضر green face، and شنو legs، legs شنو اللي شبيه البنك، يعني ورديات سيقانة. زين the old man was bow على old man شبيه، the bear looked at the old man شبيه sad، حزين. شيري هو يقول the old man looked at the bear، نظر I want to be again، شيري يكون long، يكون sharp. There was nana a light highlight. شكان the old man wasn't there. شنو هنا صار yellow light yellow، اختفى رجل العجوز وصار رجل عجوز. نشوفنا الآن نختار لازم اللي بيها ER، فصار longer أكثر longer. بالنسبة هذه اللي موجود هنا درست من هذا المنتهي. أعطيكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.